قوله لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، يعني أن الماء الطهارة لا تصح إلا بالماء مطلق باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، يعني لا يسلب طهوريته ولو استعمل في رفع الحدث. لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، وهذا على القول على رواية الإمام أحمد وقول الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يسلبه الطهورية ولو استعمل في رفع الحدث. والقول الثاني هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور أنه إذا استعمل الماء القليل في رفع الحدث كان توضأ الإنسان به فإنه يسلبه طهوريته ولا يطهر به بعد ذلك. والصحيح الأول أنه لا يسلبه الطهورية. مثال ذلك إنسان أتى بماء قليل في إناء وتوضأ به وجمع القطرات في إناء آخر، توضأ والقطرات اللي تضم من غسله وجهه ويديه ورجليه جمعها في إناء، فهل يتطهر به أو لا يتطهر؟ على القول المختار يتطهر به، ما في شيء، ماء طهور. وعلى قول الجمهور ولا يتطهر به، استعمل في طهارة وهو قليل، ما دام استعمل في طهارة خلاص ما يرفع، هو طاهر لكن لا يقوى على رفع الحدث، ما تتوضأ به مرة ثانية إلا إذا كان كثير، قلتين فأكثر، خمس قراب لا بأس، توضأت خمس قراب لا بأس توضأ منها مرة ثانية، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.